يقول الفقهاء يقولون نبيذ غير التمر والعنب كنبيذ التمر والعنب. نبيذ التمر والعنب يعني الخمر الذي ايش مستخلص من التمر او مستخلص من العنب. الخمر هذا يصنع من مواد غذائيه، ممكن يكون من الشعير، ممكن يكون من العنب، ممكن يكون من التمر، ممكن يكون من المشمش، يعني اي يخمر بطريقه معينه ويستخرج الخمر. بعض الفقهاء وهو قول ضعيف جدا قال ليس من الخمر حرام إلا ما كان من التمر والعنب، يعني لو استخلص خمر من شعير لا بأس من شربه. لما؟ قال لأن الخمر الذي نهينا عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخلص إما من التمر أو من العنب، فرد من قال لا الخمر خمر سواء كان مستخلص من عنب أو من تمر أو من غير ذلك، فقالوا نبيذ غير التمر والعنب كنبيذ التمر والعنب، لأن العلة ما هي؟ الإسكار، ما أسكر كثير فقليله حرام، يعني لا اعتبار من أين استخلص المادة الذي استخلص من الفاكهة استخلص منها، المهم هو يسكر أو لا يسكر، فإن كان مسكرا فهو خمر سواء كان من عنب أو من تمر أو من شعير أو من تفاح أو من أي فاكهة ما دام يسكر. فقولهم كنبيذ التمر والعنب هنا ما أراد أن هذا مثل هذا، مثل بالطعم التمر غير طعمه غير العنب، العنب غير الشعير، اللون هذا لون هذا لون هذا لون، الرائحة هذا غير هذا غير غير، أرادوا كالتشبيه هنا ماذا يا إخوان؟ كونه هذا مسكر وهذا مسكر، ما أرادوا تمثيلا كاملا أن اللون واحد والطعم واحد والشكل واحد، لا، وإنما أرادوا جزئية الإسكار موجودة أين وأين؟ في نبيذ في نبيذ التمر وفي نبيذ العنب وفي نبيذ الشعير وفي غيره، فهذا كهذا من حيث الحكم الإسكار كله مسكر حرام سواء كان من التمر والعنب أو من غيرهما. نعم كمل.